دايما مشاريع الشباب بتكون مختلفه وفيها قدر كبير جدا من الابتكار. احنا النهارده معانا مشروع لطلاب كليه الهندسه بجامعه حلوان. هذا المشروع قايم على تحويل عربيه كانت شغاله بمحرك احتراق داخلي لعربيه كهربائيه صديقه للبيئه. صحيح شاذلي، حقيقه انه المشروع ده قدر ان هو يحقق مركز متقدم في مسابقات معرض القاهره الدولي السابع للابتكار. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المشروع من اثنين من اعضاء الفريق اللي قاموا بتنفيذه، هم علي ماجد ومحي الدين سمير. منورينا في صباح الخير يا مصر ومبروك. صباح الخير عليكم. صباح النور. يا اهلا بيكم. طيب انا هبدا مع علي. علي، الفكره جات لكم ازاي؟ وحضرتك ممكن نسمع انه في عربيات بس تبقى معموله زي بروتوتايب او بيبقى حتى حاجات بسيطه جدا، بيبقى شكل بدائي جدا للعربيات دي، بس انتوا عملتوا يعني موديل اكبر شويه. والحقيقه الفكره مش سهله، يعني ممكن احنا بنتكلم عليها تبان سهله بس تنفيذها صعب جدا. مظبوط. هي الفكره جت لنا الاول من مبادره الرئيس، تمام، ان هو تحول اخضر والتنقل الاخضر وان احنا نستخدم الطاقه النظيفه للبيئه وكده. فكانت المبادره بتاعت الاحلال ان احنا نشتغل بالغاز الطبيعي، بس احنا قلنا ليه نشتغل بالغاز الطبيعي؟ احنا اصلا نشتغل بالكهرباء، والعربيات اللي مثلا ما هنخش دلوقتي تخريد، لا احنا دلوقتي هناخد العربيات دي نحولها بالكامل، نشيل كل المكونات بتاعه المحرك الاحتراق الداخلي ونحط لها محرك كهربائي. فكانت بالنسبه لنا اول حاجه ان احنا نجيب العربيه، وخدنا عربيه نص نقل، تمام، تشتغل في النقل وان احنا نحولها بالكهرباء، وما زالت بتادي الكفاءه بتاعتها وبتادي الغرض منها ان هو النقل، تمام. والمشروع بتاعنا ما زال برضه بروتوتايب، تمام، بس يعني على حاجه كبيره شويه، ان احنا العربيه حولناها فعلا بس ما وصلناش لاقصى حاجه نقدر نستفيد منها، يعني طبعا التكلفه والحاجه فحجمتنا شويه في ان احنا نوصل مثلا لمدى اعلى، نوصل لقوه اعلى للعربيه. فكان ده حاجه بس مصغره نقول للناس ان احنا نقدر نعمل ده، الفكرة موجودة. ونقدر الفكره موجوده ومطبقه، نقدر نوصل بيها، بس التكلفه اقدر اوصل لمدى اعلى، اقدر اوصل لقدره اعلى، سرعه اعلى، بس التكلفه اللي بتحكمني. كانت المشروع كان قائم بجهود زاديه يعني. وهل ده السبب اللي خلاكم تاخدوا العربيات اللي هتدخل تخريد؟ تكلفه هو ده كان من اكبر الاسباب طبعا. ان احنا بدل فكره ان احنا نشتري عربيه من زيرو، لا احنا هي العربيات بتاعتنا اوريدي، فاحنا نقدر نحولها بدل ما هي بنزين نقدر نحولها كهرباء. طب ما هي المكونات بقى، هل احنا بس بدلنا المحرك ولا الموضوع بيبقى ليه تفاصيل تانية؟ لا طبعا الموضوع بيبقى ليه تفاصيل تانية. مش موضوع شلت قطعه وركبت قطعه تانية. طب احكي لنا. احنا الاول طبعا عملنا دراسات اصلا ان احنا ازاي، يعني ايه اصلا عربيه كهرباء وانواع العربيات الكهرباء في السوق عموما. عملنا دراسات وقدرنا من خلال الدراسات دي ان احنا نحدد احنا محتاجين ايه بالظبط، وقدرنا عملنا سيرش في اماكن كتير جدا على الاجزاء اللي احنا محتاجينها، وهل هي متواجده في مصر ولا لا، ولو هي مش متواجده هل نقدر ان احنا نستوردها. ويعني عملنا سيرش كتير وقدرنا ان احنا نختار الاجزاء المناسبه. في نفس الوقت برضو زي ما هو قال ان الظروف الماديه كانت حكمانة شويه، فما قدرناش ان احنا نختار احسن الاجزاء، بس قدرنا نختار الحاجات اللي نقدر نبيعها ان احنا نقوم المشروع. ده عظيم جدا، وده في فكر بالمناسبه، يعني في فكر اقتصادي جميل جدا ان انا حتى محتاج قطع من بره ومحتاج حاجات مش موجوده لكن تكلفتها عاليه، فبدور على البدائل بتاعتها. بالظبط، حرفيا ده اللي كنا بنعمله. يعني احنا بندور، انا مثلا كان وقت الاستيراد واقف والدنيا واقفه، فانا مثلا مش هفضل قطعه الغيار افضل مستني عليها، لا كنا بندور على بديل، ندور على بديل مثلا من عربيه ثانيه، من حاجه ثانيه ندور عليها ونحاول ان احنا نشغلها. بس الموضوع كان بيتم بطريقه هندسيه، ان احنا بندرس كويس، بنحط التصاميم بتاعتنا على البرامج الهندسيه اللي نقدر بيها، مش بنشتغل وخلاص، لا احنا فروم يعني من البدايه حاطين خطه لينا، حاطين طريقه شغل معينه، انا هشتغل كده وهجيب القطعه الفلانيه وهركبها في الحته الفلانيه. محتاجه تعديلات مثلا ممكن تعملها برضو لما بنيجي نحتك بالشغل العملي، بقى بنلاقي ان في شويه تعديلات كده بنحتاجها، ايه زي ما نقول ايه، فطنه شويه في التعامل معاها. دي بنتعامل معاها طبعا خرب بقى تعاملنا بقى في هندسه وتعاملنا في السوق وكده، فبنقدر نتعامل بقى او في الورش، حرفيا في الورش فنقدر نشتغل فيها. المحرك، انتوا المحرك الكهربائي انتوا صنعتوه ولا جبتوه؟ لا المحرك والكنترول اللي بيشتغل بيتحكم في المحرك دول اللي احنا استوردناهم من بره وجبناهم وركبناهم على الاجزاء الثانيه، وفقنا باقي الاجزاء الثانيه الميكانيكيه معاه. عظيم. الشغل كان صعب يا محي؟ طبعا واجهتنا صعوبه كبيره في اماكن تثبيت الاجزاء الكهربائيه طبعا. الموضوع ان العربيه اصلا الشاسيه مختلف، عدلنا على الشاسيه طبعا، ركبنا حاجات تانية وعدلنا على الشاسيه، عملنا تعديلات كتيره في اماكن تثبيت الاجهزه والاجزاء كلها، لان الموضوع ما كانش سهل، ان في الاخر دي العربيه مش افيلابل ان هي تكون كهرباء، فالموضوع كان صعب بالنسبه لنا ان احنا هنثبت الاماكن دي فين، اماكن الاوزان، توزيع الاوزان هتبقى مختلف طبعا، توزيع الاحمال، في الاول وفي الاخر برضو دي عربيه نقل، المفروض
تمشي بطريقه سليمه. فاماكن اماكن توزيع الاحمال كان مختلف طبعا، فاضطرينا نبدا من الزيرو. طب هل ده معناه ان اي عربيه نقدر نحولها لعربيه كهربائيه؟ اي عربيه نقدر نحولها ان شاء الله. الموضوع هيكون فيه صعوبات اكتر بقى، يعني احنا زي ما قلنا دلوقتي ان كان فيه تعديلات في الشاسيه بتاع العربيه، في اي عربيه الشاسيه بتاعها بيكون مختلف، اي عربيه هيكون فيها تعديلات برضو في الشاسيه. اي عربيه هيكون فيها تعديلات، لان انا كده كده انا بحول تمام. فهو الموضوع ان انا بدرس العربيه، نشوف العربيه الاول تمام، ونشوف ابعادها ونرفع مقاساتها حرفيا زي ما بنقول، وبعد كده نبتدي نختار الاجزاء اللي هي هتبقى مناسبه ليها للتحويل للعربيه دي. بس ده لا يعني ان ما فيش عربيه غير قابله للتحويل، لا، كل العربيات قابله للتحويل. هو ده هدف المشروع، ان انا اخد العربيات مثلا اللي انا هتتخرج دلوقتي، لا تعالى انا هغيرها لك، فيبقى احنا وفرنا على الدوله. بدل ما انت خلاص انا هخرج واجيب عربيات جديده ونشتغل بالغاز الطبيعي والكلام ده، لا، في جزء ان يعني نشتغل بالغاز الطبيعي علشان ده مورد البلد كلها وحاجه مصدر رئيسي تمام، والجزء الثاني لا، تعالى نشتغل بالكهرباء، تعالى نحول العربيه ونوجهها في حته ثانيه. طيب انت برضو علي قلت لي وانت بتكلموا انه لحد دلوقتي العربيه الكفاءه بتاعتها مش اعلى حاجه، وانتوا عارفين ازاي تطوروها، يعني مش لسه ما عندكوش النو هاو، موجوده بس المشكله هي مشكله تمويل اكتر او مشكله فلوس، مظبوط؟ يعني انتوا عارفين ايه اللي المفروض يحصل عشان كفاءه العربيه دي تزيد. مظبوط مظبوط. هو الفكره ان دلوقتي انا اديت موديل اساسي بس، حاجه مبدئيه ان انا اشتغل بيها تمام، وان انا عارف ان انا هطور ازاي، وحاطط طبعا بيبقى في فيوتشر بلان ان انا هشتغل ايه، ايه اللي انا محتاج اعدله، ايه الحاجات الاجزاء اللي محتاجه تتعدل، إيه الكفاءه لو انا عاملها ايه. طبعا الدراسات والحسابات اللي احنا عملناها، انا اقدر دلوقتي احط مثلا انا العربيه وزنها الفلاني، عايز اوصل بيها للسرعه الفلانيه، عايز اوصل بيها للباور الفلاني، تقدر تشيل معايا حموله فلانيه، يبقى انا كده محتاج البطاريات تكون ساعتها كذا، الموتور يكون بحجم الفلاني، كل ده اقدر اوصل له بالحسابات. فهو كان الموضوع بطريقه هندسيه، بس اللي يحكمك بقى الفلوس، تكلفه. صحيح. هو بس كان على قد يعني. لكن كده مش الموتور بس يا محي اللي بتغير، في حاجات تانية كمان. كل حاجه بتتغير. كل حاجه ايه تاني في العربيه؟ البطاريات، الموتور، كنترولر، هي دي تقريبا كل اجزاء العربيه الكهرباء. بطاريه، والبطاريات طبعا، والموتور الكهربي، والكنترول. دي اهم ثلاث، هي دي الاجزاء كلها اصلا. طب كل دور كل واحد فيكم بقى كان ايه؟ اكيد كل واحد فيكم كان ليه دور. هو الموضوع كان كله ماشي تعاوني يعني. اكتر من ان احنا ما كانش فيه مهام منفصله يعني. لا 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 لا، كلنا كنا مع بعض، وكلنا كنا بنبقى شغالين في الورشه، ما فيش حد بيبقى منفصل. اشتغلتوا قد ايه بقى؟ لا اشتغلنا كتير، احنا اشتغلنا مثلا من بدايه من الكيت جه مثلا نقول من شهر واحد او من شهر بدايه واحد حاجه كده لغايه شهر قبل المشروع بثلاث ايام. يعني احنا ليله المشروع حرفيا كنا كلنا مع بعض في الورشه مبيتين، جايبين بدلنا، جايبين حاجتنا، واخدين العربيه ونقلنا على الونش ورايحين الكليه. يعني شهرين تقريبا صح؟ ايه؟ لا شهرين ايه؟ ده من شهر واحد لغايه شهر سبعه تقريبا يا محي. من شهر واحد بس قبلها كان في دراسات يعني. الموضوع مش احنا هوب هنشتغل على طول. قبلها لا كان في دراسات، وايه الاجزاء اللي هنجيبها. السنه اللي قبلها، السنه اللي قبلها كنا شغالين مع بعض التيم بتاعنا كل سنه تقريبا. سنه او اكتر من سنه تقريبا. الموضوع جالنا من واحنا في ثالثه سيارات يعني. الفكره جات لنا من زمان، وبس بدأنا فعلا شغل فعلي من واحنا في ثالثه سيارات. بدأنا الاول ابحاث وازاي هنعمل كده، حاجه كده زي دراسه جدوى صغيره طبعا مطلوب بكل تاكيد. بالظبط، عشان نشوف التكلفه اللي هتكلفني قد ايه، والمصادر اللي هنشتغل منها مين تاني كان معاك؟ انتوا اتنين من فريق، الفريق مكون من كام شخص؟ احنا كلنا خمس افراد. المهندس مصطفى محمود ده اهم واحد تقريبا في التيم، المهندس حازم، المهندس مدحت، المهندس علي، وانا، وطبعا الدكتور بتاعنا دكتور مصطفى محمد، وطبعا ما ننساش دكتور سامح متولي رئيس قسم هندسه السيارات عندنا في هندسه المطريه. كلهم كانوا واقفين معانا وكان بيوصلوا لنا دعم كبير جدا طبعا. طب ردود الفعل اول بقى ما التجربه نجحت في البروتوتايب اتحرك زي ما احنا شفنا كده وشايفين مع الساده المشاهدين، ردود الافعال كانت ايه؟ الناس احنا حرفيا من اول ما خرجنا من الشارع اللي كان الناس كلها اللي في المنطقه عندنا كانوا عارفين، شايفين العربيه وشايفين ان احنا بنعمل حاجه مختلفه. لا وبتاخد غرز كمان يعني. لا لا كنا بنلعب كويس جدا، احنا كنا مبهدلين الدنيا في الشارع، بس كنا بنحاول ان احنا برضو ايه، الموضوع بيبقى دي مش غرز بس عاديه، دي اختبارات بنعملها. في مثلا اختبار كيب لين تشينج، بتنتقل من حاره للثانيه وتشوف العربيه ايه. ده في حته اللي قالها باشمهندس محي، توزيع الاوزان. شوف ان احنا توزيع الاوزان بقى لما ننزل على ارض الواقع، هل العربيه ماشيه وصالحه للاستخدام ولا لا. فكان كل ده، حتى كان في جزء ده اللي محي قاعد فيه على الصندوق من ورا، ده احنا بناخد اختبارات ومقاسات وحاجات من كده.
ده مصطفى اللي سايق. اختبارات الفرامل واختبارات التسارع واختبارات الكلام ده، لان انا مش هعمل حاجه واغير وخلاص. صح. في كتير موجودين. صح. في السوق وعملوا عربيات وغيروها تمام، بس الموضوع مش قائم على طريقه هندسيه، فانا ما درستش في هندسه عشان في الاخر ان انا احول كده ونجيب الحاجه ونشيله ونحطه وخلاص. صح. زي ما حضرتك قلت الموضوع يعني وراه كواليس اكبر من كده بكتير. صحيح. بس فهو الموضوع كان لا كنا شغالين كويس فيه، وان احنا نطلع حاجه كويسه وان هي تمشي. انا عايز العربيه في الاول وفي الاخر مش مقتصر ان انا مشروع تخرج وان انا اسيبه، لا انا عايز اصنع وعايز اشتغل في مرحله تصنيع عايز وكده. اتحول الفكره لمنتج يعني نقدر نفيد بيه البلد ونقدر نفيد بيه المجتمع فعلا. احنا دي حاجه عايزين نوصلها للناس عموما. طيب انتوا شاركتوا في المعرض، معرض القاهره السابع للابتكار. احنا شاركنا في كذا حاجه، معرض القاهره السابع للدولي للابتكار ده تمام، وخدنا فيه مركز ثاني على 1000 ابتكار، وشاركنا في معرض جامعه حلوان وخدنا فيه مركز اول تمام، وكنا واخدين مركز اول في المشاريع بتاعه كليه هندسه المطريه عندنا. فاحنا دخلنا بالمشروع في كذا حاجه بحيث ان احنا نحاول نوصل الفكره فين يا جماعه واحنا موجودين. طب ايه الافكار بقى وايه المشروعات برضو اللي ممكن تكون جت في دماغكم كده؟ اكيد وانتم بتختاروا مشروع التخرج كان في كذا فكره محتمله، كان في كذا مقترح، صح؟ ايه الحاجات التانية اللي في دماغكم؟ والله كان في كذا حاجه، كان مثلا في حوار مثلا ان احنا نجيب موتوسيكل ونحوله كهرباء، نجيب حاجه عربيه صغيره ونحول، بس هو كان الهدف ان انا المشروع هيتطبق وهطبق العلوم الهندسيه اللي انا خدتها في ان انا احول، بس ان انا اكون الفكره او اكون الحاجه اللي نعمل بيها يعني تبقى واخده الفكره او واخده الهدف. ان انا دلوقتي عربيه نقل حولتها كهرباء وما زالت بتعمل ان هي نقل، استخدمها في سيتي كار. العربيه نزلت لغايه دلوقتي مداها قليل، مداها 50 كيلو تمام، بس ان مثلا استخدمها في مدينه نقل بدل مثلا التروسيكل، بدل توك توك، بدل الحاجات دي، لا انا بدي لك بديل صديق للبيئه. وحاجه كهربائيه محترمه يعني، وتكلفه لا تذكر يعني. انا تكلفه احنا لما عملنا الحسابات بتاعتنا ال 100 كيلو في العربيه، نفس العربيه اللي بتمشي بنزين بتمشيني ب 74 جنيه تمام. العربيه دي بتكلفه شحن من البنزينه اللي هو شحن كهربائي من محطات البنزين تمام بجنيه و69 قرش تقريبا، وصلت 24 جنيه ونص حاجه كده. في فرق كبير طبعا، فرق كبير جدا. طب احنا عايزين نعدد كده الفوائد بتاعتها، نعدد الايجابيات. هي اول موضوع هي موضوع التكلفه طبعا، دي اهم حاجه، ان نفس ال100 كيلو في نفس العربيه بالظبط تكلفه التشغيل هتقل جدا. هي نفس ال100 كيلو في نفس العربيه، احنا قبل ما حولناها عملنا عليها اختبارات وهي لسه بنزين يعني قبل ما تتحول عملنا عليها اختبارات، زي الاختبارات اللي احنا عملناها دي، وعرفنا المشكله والرينج بتاعها وال100 كيلو فيها يمشيك بقد ايه وهتحتاج قد ايه بنزين. عملنا بعد ما اتحولت عملنا عليها نفس الاختبارات اللي عملناها عليها، قدرنا ان احنا نوصل للنتائج ان هي التسارع بتاعها كان اعلى، المدى الديسيليريشن بتاعها كان احسن، اللين كيب اسيست بتاعها كان اعلى، لان طبعا بعد توزيع الاحمال العربيه بقى طلع فيها مميزات اعلى من اللي هي بنزين. طيب. طبعا اللي هو العادي بقى ان خلاص بقى حاولنا، مفيش عوادم، مفيش حاجه، الكهرباء، الطاقه، قللنا الطاقه، قللت استهلاك في كل الكلام ده، ما بقاش عندي بقى العوادم بتاعت البنزين والموتور وان احنا التصليح. طيب هل مع التجربه مثلا لقيتوا مشاكل؟ طبعا لما تجربة مثلا البطاريات ممكن مثلا تلاقي تسخن، فاحنا كنا عاملين نظام تبريد هواء تمام، فخلاص حطينا في الفيوتشر بلان بتاعتنا ان احنا هنشتغل مثلا بكولينج سيستم، كولينج سيستم بتبريد ميه مثلا تمام. دي حاجه من الحاجات اللي مثلا نشوف الكفاءه بتوصل معانا ايه، لان العربيات الكهرباء مش زي البنزين، البنزين نقطه البنزين بتدي لك الكفاءه بتاعتها، لكن لغايه ما بتوصل مع الكهرباء لما بتبتدي مثلا الفولت يقل شويه ولا حاجه ما بيديكش الكفاءه اللي هي. فانا مثلا اوصل لاعلى كفاءه لاكبر قدر ممكن من الوقت قد ايه، وامشي قد ايه مثلا، وان انا افضل احمل على العربيه، لان العربيه كمان مش مبدا ان انا عربيه كهرباء وبمشيها وخلاص واوصل بسرعه، لا انا ماشي بحمل وماشي بسرعه معينه وماشي بحاجه معينه، فعلشان العربيه تديني الاستخدام اللي انا طالبه منها. فكان دي من الحاجات اللي كانت عينينا عليها في التجربه وكده. وبتتشحن في قد ايه، خلال قد ايه العربيه بتتشحن؟ تقريبا في خلال 3 ساعات. طبعا ده على حسب برده حجم البطاريات، لان البطاريات صغيره، البطاريات لو كبرت شويه هتحتاج مثلا تشحن في وقت اكبر، بس في نفس الوقت من فيوتشر برام بتاعتنا ان انت تحط مانجمنت سيستم للبطاريات، كنترول خاص بالبطاريات وبطريقه شحنها وبطريقه تفريغها وبال
ان انا مثلا مودز معينه ان انا سيف زي العربيات البنزين عادي اللي هو الايكونوميك اللي هو الاقتصادي، فمثلا او ان انا عايز اخد تسارع عالي فالعربيه تديني البطاريات تديني فولت عالي مره واحده او تديني امبير عالي مره واحده، طبعا كل ده بيبقى بالكنترول والحاجات دي. فده من الفيوتشر بلان اللي معانا يعني. طيب انتوا في مسابقات تانية ناويين تقدموا فيها خلال الفتره اللي جايه، ايه مشروعاتكم يعني، ايه اللي في دماغكم خلال الفتره اللي جايه؟ احنا الفتره اللي جايه المفروض ان احنا عايزين بس نقدم، احنا دخلنا في مكان واثنين ويعني معرض واثنين وكده، عايزين بس ان احنا نبتدي بقى ايه مرحله التصنيع. مازال ان احنا يعني احنا كل ده بجهود ذاتيه، احنا عمالين من معانا وان احنا نحاول نطور في العربيه بقدر الامكان، كل شويه لما نلاقي فيها حاجه نحاول نحسن منها وكده. بس الفتره الجايه بقى عايزين نخش في مرحله ان احنا نبتدي نصنع نبتدي حاجه، بس طبعا اللي حاكمنا التكلفه والبادجت وكده، لو في مثلا حاجه متاحلنا او مكان متاح لينا ان احنا نقدر نعمل فيه الكلام ده هنبتدي من بكره الصبح. عظيم. محي انا عايز اتكلم معاك في نقطه هو يمكن فتحها دلوقتي، مساله البطاريه بتاعه العربيه، ودي حاجه فنيه انتوا اللي هتفهموا فيها مش احنا. هل ممكن مع الوقت ان احنا فعلا البطاريه تكون موجوده ما تحتاجش الشحن باستمرار زي البطاريات اللي موجوده في العربيات العاديه اللي هي بالبنزين؟ لا اكيد هتبقى محتاجه شحن باستمرار. بس على حسب بقى، تفرق جوده البطاريه، تفرق البطاريه تمشيك قد ايه. زي ما احنا العربيه بتاعتنا البطاريه بتاعتها تمشيك 50 كيلو بس، لا نقدر ان العربيه، لا نقدر ان احنا نعدل البطاريه تقدر تمشيك 200 و300 و400 كيلو، فمش تحتاج ان انت تشحنها كل يوم، على حسب انت المدى بتاعك او المشوار بتاعك. طب شايفين انتوا وصلتوا لاخر حاجه في المشروع ده ولا لسه؟ ممكن نفس طبعا. المشروع يبقى مجرد فيه تعديلات؟ لا لا خالص، يعني نفس يعني المشروع، هو نفس العربيه دي عليها تعديلات كتيره جدا لسه نقدر نقوم بيها. ممكن نضيف لها مجرد بدايه، اهم حاجه فيها ان احنا نضيف موضوع الرينج ده، ان احنا نقدر نغير البطاريات، دي اهم نقطه. بدل 50 كيلو دول ممكن نمشي زي ما حضرتك قلت ممكن نمشي 200 كيلو او 300 كيلو، ساعتها مش تحتاج ان انت تشحنها كل يوم. انتوا دلوقتي اخر سنه هندسه مظبوط؟ احنا خلصنا. لا احنا متخرجين بكالوريوس. ده مشروع تخرج. ده مشروع تخرج. ايوه. طيب يعني الحقيقه انا شايفه انه واحنا دلوقتي بنتكلم في صباح الخير يا مصر، احنا دايما بنبقى حريصين ان احنا يعني نبرز وجود النماذج الشبابيه اللي بتبقى عندها دايما طموح وعندها بتقدم حاجات جديده وبتشتغل على نفسها طول الوقت. انتوا نموذج مشرف جدا الحقيقه، وفكره ان انتوا ماشيين كمان في نفس الخط ونفس السير استراتيجيه الدوله المصريه دلوقتي، واحنا بنتكلم عن الطاقه النظيفه وتمويل مستدامه، فدي نقطه مهمه جدا. وفي ناس حتى وهي بتتكلم على العربيات يا شاذلي، فكره ان انا لسه هجيب عربيه ثانيه، هبيع عربيتي مثلا واجيب عربيه ثانيه كهرباء، او هعمل ايه في العربيه، و يمكن حتى الحل ده حل ممكن يكون في متناول ايد ناس كتير لو اتطبق بشكل صح. وده سؤالي بقى ليك، هل فكره السعر او الفلوس، فكره تحويل العربيه من بنزين لكهرباء يعني قد ايه؟ كتيره، قليله، صعبه، سهله؟ لو حد بقى دلوقتي بعد ما الفكره تتطبق ونوسع المشروع اكتر، سهله ولا صعبه؟ لا لا سهله جدا طبعا، لان الموضوع لو احنا بنجيب بنتكلم في عربيه كهرباء فانا بتكلم في تصنيع، فاتكلم في تصنيع فروم سكراتش من الصفر، بعمل عربيه واعمل شاسيه واعمل واعمل واعمل، انا العربيه اوريدي موجوده عندي، انا بشيل منظومه الجر ومنظومه النقل اللي هي الكهرباء البنزين واحولها بكهرباء، فطبعا انا عندي الشاسيه زي ما هو وعندي العربيه زي ما هي، طبعا لو العربيه ما زال محتفظه بكيانها ومحزال ان هي ايه تقدر تكمل شغل تاني تمام. وزي ما حضرتك قلتي ان هو ايه الناس عندهم عربيات، ففي ناس اللي عنده عربيه عزيزه عليه واللي مش عارف ايه ما بيحبش يفرط في عربيته، مش عايز يشيل حمل برضه انه يجيب عربيه جديده لسه بالظبط. وبالاسعار اللي احنا عمالين نشوفها في الاسعار دي، لا التكلفه كانت قليله جدا بمقارنة. وطبعا التكلفه هتبقى مختلفه على حسب انت محتاج ايه، انت مثلا محتاج العربيه زي ما هي تمشي بنفس السرعه وسرعتها قليله، ولا انت عايز عربيه سرعه كبيره، استهلاك عايز العربيه استخدامها ايه بالظبط، استخدمها في مدينه ما تستخدمها مثلا يعني في محيط البيت في محيط الحاجه دي، ولا انت عايز تسافر بالعربيه، عربيه الكهرباء دلوقتي بتسافر وتسافر تقطع مسافات 400 كيلو متواصل و500 كيلو متواصل، فكل على حسب انت عايز ايه من العربيه دلوقتي، العربيه عايزه تعمل معاك ايه واحنا نخليها تعمل ده معاك بس. وطبعا التكلفه طبعا هتبقى اقل بكتير لان العربيه موجوده. انا عاجبني جدا الفكره بالمناسبه، وانا اللي بتمنى ان حد يكون بيتفرج علينا دلوقتي ويبتدي يعني يتبنى هذه الفكره من الوزارات المعنية أو من رجال الأعمال أو أي ما يكون، أنه يتبنى هذه الفكرة. إحنا فعلا في مبادرة الإحلال والتجديد، بدل ما ناخد العربيات المتقدمة ونبتدي نعدم هذه السيارات ونخرجها ونبتدي ندور بقى على البديل وندفع مقدمات وندخل في ده، حل ده حل وحل مهم جدا هيوفر على الدولة كتير جدا بالمناسبة. وفكرة التحويل فقط الفكرة موجودة لكن محتاجة دعم، ودعم بسيط جدا للتحويل الحاجات البسيطة زي ما قلت الكنترول
والبطاريه والموتور والفكر موجود الحمد لله، وده اهم حاجه في الموضوع بالمناسبه، الفكر موجود. فاحنا بنشكركم طبعا شكرا جزيلا، ونتمنى لكم كل التوفيق. المهندس علي ماجد والمهندس محي الدين سمير اعضاء في الفريق اللي قام بتنفيذ مشروع تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين الى سيارات كهربائيه، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم.